الأمريكية بريس نحو إعلام هادف. أثار تصريح صحفي أدلى به الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدي للعلماء عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عددا من الفاعلين في المجال العلمي والإعلامي والصحفي. الدكتور العبادي اعتبر أنه في إطار الكد والسعاية يمكن أن يكون كد الزوجات أكثر من كد الأزواج، وفي هذا السياق استدل بما جرى به العمل في القرن المنصرم في بعض المناطق من المملكة المغربية بناء على اجتهادات وفتاوى لبعض الفقهاء. وتعقيبا على قول هذا كتب الأستاذ إبراهيم الطالب: كفى لعبا بالدين إرضاء للعلمانيين يا أستاذ عبادي. وأشار موجها كلامه لعبادي: الرابطة إنما أنشأها سيدي عبد الله جنون ومن معه من العلماء الغيورين الأفاضل للوقوف في وجه المد العلماني والانتصار لإحكام الدين واستئناف ما تم تعطيله إبان الحماية العلمانية الفرنسية. لماذا تريد أن تحرف دين الله وتورث المرأة ما ليس لها خلافا لمراد الله وشرعه؟ الكد والسعاية جهاد من ابن عرضون لمنطقة الريف، هو قول لا يعرف من حيث التطبيق في كل المغرب. ثم ماذا يمنع المرأة أن تطالب بحقها في حياة زوجها؟ ماذا تترك المطالبة به إلى حين انتقال متعلقة الذمة المالية للمتوفى إلى ورثته ثم تطالب بما ليس لها؟ في هذا السياق سأل مدير جريدة السبيل الدكتور العبادي: لماذا تتطاول على دين الله والفتوى في النوازل؟ أليس هذا من اختصاص المجلس العلمي الأعلى؟ في أي صنوف العلم وجدت جواز تعميم عرف خاص ببلدة ما على بلدات لا تعرفه ولم تعمل به قط؟ أليس هذا من الفساد والإفساد فضيلة الأستاذ؟ والله عجيب. بدوره علق الدكتور رشيد بن كيران على تصريح عبادي وكتب تحت عنوان: كفى من حمل العصا من الوسط، الحق يعلو ولا يعلى عليه. الذي يلاحظ على كلام الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور عبادي أنه لم يكن دقيقا في نقل مفهوم الكد والسعاية الذي صرح به للإعلام، بل لم يكن أمينا في نقل الصورة التي أفتى بها الفقيه أبو العباس أحمد بن عرضون وغيره ووفيا لمقتضياتها. وأوضح مدير مركز غراس للتربية والتكوين وتنمية المهارات أن النزاع الحاصل بين أصحاب المرجعية الإسلامية وبين أصحاب المرجعية الحداثية ليس في حق الكد والسعاية، إنما النزاع بين أصحاب المرجعية المختلفة، المرجعية الدينية الإسلامية والمرجعية الحقوقية الحداثية، في جعل ما تقوم به المرأة من خدمة في بيت زوجها كالطبخ والنظافة وتربية الأولاد هو العمل الذي تستحق به نصف ثروة الرجل التي أنشئت في فترة الزواج كما هو معمول به في الدول العلمانية الغربية. ولهذا كان على الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، يضيف الدكتور رشيد بن كيران، ألا يطلق الكلام دون استحضار واقع الحال ويستشهد بفتوى الفقيه ابن عرضون التي لا علاقة لها بالنزاع الدائر بين الناس. فالأمانة العلمية والوفاء لها يقتضي الابتعاد عن هذا الأسلوب المفضي إلى التلبيس والتدليس أو الاستخفاف بعقول الناس، خصوصا أن الحداثيين في سجالهم وظفوا مصطلح الكد والسعاية وحملوه معنى لم يقل به أحد من العلماء، ثم يطالبون بالتزامه بدعوى الاجتهاد الذي حقيقته تحريف للشريعة الإسلامية. وتعقيبا على كلام الدكتور العبادي الذي أثار غضب عدد من المتابعين، داول نشطاء كلمة للأمين العام السابق لرابطة علماء المغرب العلامة والأديب عبد الله جنون رحمه الله، شدد فيها خلال درس حسني أمام الملك بقوله: ينبغي أن لا نذوب فحكمنا أفضل من حكمهم سواء كان ديمقراطية أو غيرها. ينبغي أن لا نندمج، ينبغي أن نبقى محافظين على شخصيتنا في الحكم، حكمنا أفضل من حكمهم لجميع الوجوه، كان ديمقراطيا أو كان اشتراكيا أو كان غير ذلك، حكمنا هو أفضل حكم. وقارنوا بينها وبين كلمة عبادي التي وصفوها بالمتخاذلة التي تفتح الباب أمام من يستهدف ما تبقى معمولا به من شرع الله تعالى في مدونة أسرة المغاربة. هوية بريس نحو إعلام هادف.